موقف فظيع. ازيك يا ماجده؟ باشا. ازيك يا اللي متتسمى؟ يا مرحبا يا بيه، امسك ده. ايه ده؟ دي دعوه فرح اخويا غندور. واه الف مبروك يا رشاد. الله يبارك فيك يا بيه، لازم تحضر. يعني على حسب بقى ظروف. ظروف ايه يا بيه؟ ده انا عامله فوق سطح العماره. انهي عماره؟ العماره بتاعتنا. العماره بتاعتنا؟ يعني العماره بتاعتي بقت العماره بتاعتنا؟ مش تستأذن الاول يا رشاد؟ استأذن ازاي يا بيه؟ ما ساعتها كنت مسافر لما انا حددت ميعاد الفرح. خلاص بقى يا عمر، الف مبروك يا رشاد. الله يبارك فيك يا ست الكل، وادي دعوه ليكي ودعوه لسياده المستشار. طب وانت ايه، مش هتحضر انت وماجده ولا ايه؟ انا ما حدش عزمني. اهو خد دعوه ليك ودعوه لماجده. ربنا يخليك يا بيه. خلاص يبقى دعوتي ليك. طب وبابا؟ يا روح بيه انا وبابا. خد براحتك خالص. تسلم يا باشا. انا مش عارف ايه حكايه عمر مع ندى دول، هم هيتجوزوا ولا ايه؟ طب والنبي يا ريت، دول حتى شكلهم لايق على بعض قوي. لايق على بعض ايه بس؟ انا مش عارف ليه الستات الحلوه بتبص للرجال العفشه دي. نصيب يا رشاد. بيرة في الشغل يا محروس، وعايز الشغل يسلك. ماشي محروس. ايه ده محروس ده؟ نهار اسود، اوعى ايدك تتقطع فيا. انت عامل صحابك ولا ايه يا محروس؟ اصحاب مين؟ ده انا هخلص عليك وهخلص عليه وعلى سرير يا محروس. بس انت فاهمني غلط. فاهم غلط ايه؟ خد يا بنت، فاهم غلط ايه يا محروس؟ يا محروس وعلى سريري ترقص لي مايكل. نص ساعة بتلبس وما لبستش دي ليه؟ يا باشا ما انت استعجلتني. يا باشا سناء دي مش شمال. لا يا راجل، امال لو كانت شمال كنت هتعمل ايه يا محروس انت وهي؟ يا عمر بيه، سناء دي حب عمري وعايزين نتجوز، بس الظروف هي اللي مش سامحة. حب عمرك ايه يا ابني؟ طب وفين مراتك وبنتك التعبانة دي؟ مراتي وبنتي بقول لك مش متجوز، هخلف ازاي اصلا؟ مش متجوز؟ امال ليه كنت بتتاخر على وليد بيه اللي خصام لك؟ مش كان بسبب بنتك التعبانه؟ اكل العيش يا باشا، بشتغل حارس حمول من بالليل للصبح. كنت بقول له كده بس عشان يحن عليا، عشان عايز اتجوز. خطيبي مش كبير، عايز شقه وصاله وشغلانه تستور لي. تكون اشتغالة زي اشتغلت مدير البنك دي. هي كده برضو. خلاص يا ده محروق، خلاص بقى. اقولك ايه، لما تتم الشغلانة دي ان شاء الله هيبقى عندك فيلا بدل الاوضة والصالة. طب يلا باشا خلينا نشتغل بقى. يا اخي اديك نفوخك. خلاص يا باشا، خلاص هات اتعلق. بالراحة، قعدة الحمام تتكسر. قعدة ايه بس يا باشا؟ ده انت بكرة تجيب كنيف بشطافة دهب. ايوه يلا حالا بالا بالا، حي ابو الفصل. هي حلو العيب ده الليلة، حلو الليلة يا بلد. هي غريب ده بني بيدك فصل. ايه العيله الهبله دي؟ طالما انت مش حافظها بتغنيها ليه؟ انا قايل لك ايه وانت؟
ايه ده؟ كل سنة وانت طيب يا عمر. ايوة عمي، بس النهاردة مش عيد ميلادي خالص. النهاردة عيد ميلادي انا. وبابا قال لازم يحتفل بيه معاك. ليه؟ قصدي كل سنة وحضرتك طيب يا عمي. طيب، وبالمناسبة الجميلة دي اللي هي عيد ميلادك، انت قررت انها تبقى جميلة. عامل لك انا بقى مفاجأة. ايه بقى؟ وليه يعني؟ ليه؟ هو مش عيد ميلادي اصلا. صبرا. خش يا شوبير. شوبير؟ ايوة. اكرامي. يس سير. شناوي. نعم. خش يا شنشن. ايه في ايه؟ فين الحضر امه؟ مين الحضر؟ مين يزعل ولك؟ كل سنة وحدك طيب يا عمي. حيوا ابو الفصل. هي يلا حالا بالا بالا. حيوا ابو الفصل. حيوا عيد ميلاد الليلة اسعد الحياة. فليح يا ابو الفصل. يلا حالا بالا بالا. حيوا ابو الفصل. حيوا عيد ميلاد الليلة اسعد الحياة. عيد ميلاد من غيري؟ فليح يا ابو الفصل. هي كل سنه وانت طيب يا باشا. وانت طيب يا محروس. كل سنه وانت طيب يا بابا. وانت طيب يا حبيبي. ايه محروس؟ ايه محروس؟ انت ايه اللي طلعك من الحمام يا محروس ولابس البرنوطه دي ليه؟ هو انتوا تعزموني على فول ولا في تورته وشوكولاته وحاجات حلوه كده؟ طلعت في الحمام كرديت كده برضه. ايه يا عمر؟ ايه ايه في ايه؟ ما تسيبه ياكل وانبسط. بقول لك ايه؟ النهارده عيد ميلادي، انا عاوز كل الناس تاكل وتنبسط. ليه؟ عيد تحرير سينا يعني. كريمه ولا شوكولاته يا عمر بيه؟ شوكولاته؟ طالع اي حاجه، طالع ده انا هقطعك بعديها. بسم الله. بس بتاخد ايه؟ بفكر في ايه؟ بفكر اسافر يا ندى. بفكر ارجع ايطاليا تاني. ليه يا عمر؟ ليه؟ سؤال غريب قوي. كل حاجه هنا متقفله. اقعد اعمل ايه؟ انت من النوع اللي بيستسلم بسرعه. ها؟ لا مش استسلام ولا حاجه. ندى انا هناك لو حبيت اشتغل هشتغل وهعرف اعيش، لكن هنا هشتغل ايه وبكام؟ وبعدين انا هنا لوحدي. طب وانا رحت فين يا عمر؟ يعني مش قصدي يعني انه يعني انا وبابا يعني رحنا فين يا عمر؟ بابا بيحبك قوي قوي ومبسوط جدا من ساعه ما انت جيت، وحاسس كان ابنه اللي كان مسافر ورجع. طب وانت كمان مبسوطه؟ ايه بس 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 يا حاج، بس يا بابا، يلا ادخل لا تقع من البلكونه. يلا يا حبيبي عم جوه. ادي اصحاب بابا.